السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة جايلكم فيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفيني مش مشتركة معايا في القناة تنوريني بالاشتراك من علامة اشتراك تحت باللون الاحمر علشان تشوفيني على طول ويوصلك مني كل جديد. ان شاء الله بقى في الروتين ده هنعمل كده كذا حاجة مع بعض. ده روتين مسائي متصور يعني بالليل، وانا كنت مجهزة فيديو تاني خالص بس كنت عاملة لكم فوت، فاخترت ان انا انزل الفيديو يكون روتين يعني. اولا بس كده حابه اكلمكم في حاجه قبل ما نبدا الفيديو. انتم مقصرين معايا جامد قوي في اللايكات يا جماعه، وده بيقلل ظهور الفيديو، ويعني بحس ان مجهودي وتعبي كده بيروح على الارض. تعالي سلمي عليهم وقولي لهم ان انتي زعلانه علشان ما بيحطوش لايكات على الفيديو. هتقولي لهم ايه؟ انتي زعلانه؟ انا زعلانه؟ انتي زعلانه ولا لا؟ ما بيحطوش لايكات خالص. حطوا لايكات اهي، دودو اهي، قلت لكم حطوا لايكات كتير قوي. انزلي. بصوا بقى، اولا ايه رايكم في العبايه؟ ثانيا انا طبعا اقول لكم حطوا لايكات كتير قوي على الفيديو ده عشان انتم مقصرين معايا في اللايكات. وطبعا الناس اللي بتطلب مني ان انا اطلع دودو معايا في الفيديوهات، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني لما هي تكون جايه وانا بصور ما بعيدهاش او كده، يعني بسيبها براحتها، وفي نفس الوقت ايه يعني مش عايزه اضايقكم، وفي نفس الوقت برضو يعني اللي حابب يشوفها اديني طلعتها اهو. بصوا بقى هقول لكم على طريقه النهارده للكبده الاسكندراني، يعني فظيعه مش تاكلي زيها بجد بمعنى الكلمه. هقولها لك كده بكل التكات بتاعتها، هتاكليها هتلاقي طعمها حلو جدا، وكمان ما فيهاش ريحه زفاره، ونفس ريحه الكبده اللي انت بتشميها بره في المحلات وبتاكليها بره هي نفس الكبده الاسكندراني، بس المحلات النظيفه مش المحلات الهواهو. ماشي. انا اول حاجه كده هبدا بيها روتين الوصفه دي، يعني قلت بقى ننوع، مش كل حاجه هنبدا بالتنظيف، لا ناكل كده الاول ونظبط نفسنا وبعد كده نقوم ايه نشوف اللي ورانا. تمام. اول حاجه هنا انا جبت الكبده بتاعتي، ده ازيد عن ربع كيلو، انا بجيب النص كيلو وبشيل منه حبه صغيرين يعني على مره تانية، بيعملوا برضو معايا ممكن اكله. هنا حطيت على الكبده ليمون، ليمونه كامله، حطيت فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، واهم حاجه في الوصفه دي الكمون والكزبره الناشفه، وكمان حطيت رشه خل بسيطه، ما تكتروش في الخل عشان ما يهريش الكبده. هنا بقى حطيت اللي هي هريسه الشطه دي او الفلفل الاحمر ده، وكمان حطيت معلقه كبيره ثوم، هي كانت نص معلقه كبيره ثوم، ولازم يتقلبوا مع بعض كويس جدا علشان الكبده تاخد من كل حاجه. كمان انا ما حطيتش ملح خالص لان انا عندي هريسه الشطه دي فيها ملح، ولما دقيت الثوم كنت حطيت له رشه ملح، فكده الملح بتاع الكبده هيكون مظبوط جدا. انا جبت كده طاسه حطيتها على النار، وبرده على العين الثانيه في طاسه هحمر فيها البطاطس، وطبعا شفتوا الصدمه اللي انا خدتها دي. الزيت كان سخن جدا. المهم نزلت بقى كده بفص ثوم برده كبير او فصين ثوم في الزيت هنا، اول كده بس ما يبدا يدخل ياخد اللون الذهبي البسيط ده هنزل عليه بمعلقه خل كبيره. تمام. طبعا بقى هنا بتشمي ريحه الكبده الفظيعه اللي انت بتشميها بره دي، هو ده كده السر في ان انت بتشمي ريحه للكبده حلوه جدا، خاصه ان احنا شلنا منها الزفاره خلاص وتبلناها كويس، فبننزل بيها بقى على الخل والثوم فبتديكي الريحه الحلوه جدا دي. جربيها بنفس الطريقه دي وانت هتشمي فيها ريحه حلوه جدا. كمان عايزه اقول لك ان كل ما بتتبلي الكبده كل ما بيكون ريحتها احلى وطعمها احسن. انا ما لحقتش عندي اغيبها يعني في التتبيله وكده، ما قعدتش حوالي ربع ساعه على بعض، بس طبعا يفضل ان انت تكوني مبيتاها في التتبيله او تكوني سايباها قبلها بساعتين ولا حاجه، هما في المحلات بره بيكونوا سايبينها وقت كبير جدا. انا كمان كنت قطعت فلفل اخضر وبحط اخر حاجه خالص والكبده بعد ما بتستوي، لان المفروض الفلفل الاخضر ده ما بياخدش سوا. تمام. ده كده كان شكل الكبده عندي خلاص، كانت خلصت، وكمان كنت حمرت البطاطس وكانت بهدلت الدنيا. وكنت قطعت بقى طبق سلطه هنا كده، مش سلطه سلطه يعني، بس طماطم وخيار كده، وتبلتهم بملح وكمون بس كده، ما عملتش حاجه تانية. وكنت طلعت البطاطس عندي وجبت بقى عيش فينو، انا بحبها في العيش الفينو جدا. فتحت بقى العيش الفينو وهعمل بقى الكبده دي سندوتشات. حاولي بقى وانتي بتحطي الكبده في السندوتشات تشيليها بحاجه تكون بتنزل الزيت بعيد عن السندوتش علشان السندوتش بتاعك ما يتغرقش زيت ويبهدل الدنيا. شايفين بقى السندوتش مليان ازاي كده وجميل، مش زي السندوتشات اللي بيدوها لنا بره بيبقى نص السندوتش ما فيهوش كبده اصلا.
جربي بقى تعملي الكبده بنفس الخطوات دي، هتعجبك جدا والله، وهتاخدي منها طعم حلو جدا، وكمان ما فيهاش ريحه زفاره نهائي. انا كده خلاص كنت خلصت السندوتشات عندي. ممكن كمان تعمليها جنب مكرونه بقى، مش لازم سندوتشات، وتبقى غدا سريع كده وسهل. يعني هي الكبده في كل حالاتها بتتاكل، بتبقى طعمها جميل. بس انا اكتر حاجه بحبها بالعيش، ما بحبهاش بالمكرونه قد كده. بس كده، ودي البطاطس عندي اهي، وخلاص بقى كمان قطعت ليمون وكده خلاص بقى. يعني المفروض هناكل، شايفين ما خدتش مني وقت نهائي ابدا. من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها، الفكره بس في ان انت تكوني متبليها من قبلها بشويه، ما بتاخدش يعني، عايزه اقولك ما بتكملش العشر دقائق فعلا على النار. بس كده وخلاص، هناكل بقى وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني. كان في بقى حاجه بتجيلي كتير جدا في الكومنتات عايزه ارد عليها، ان الصوت بيكون واطي. عايزه اقول لكم يا جماعه، والله انا عندي مشكله في التليفون، ان هو من ساعه ما وقع وهو الصوت السوكت بتاعه فيه مشكله. انا صلحته وظبطته، بس هي حاجه بتروح وبتيجي يعني في السوكت، زي ما يكون مهزوز. ساعات يطلع الصوت كويس وساعات لا، ساعات يقبل ان المايك يشتغل عليه وساعات لا. فدي حاجه مش بايدي دلوقتي، يعني استحملوها مؤقتا ان شاء الله لحد ما اغير التليفون، هتلاقوا الدنيا متظبطه بالنسبه للصوت. علشان ناس كتير جدا بتقعد تقول لي الصوت واطي الصوت واطي، دي مش حاجه انا بكون قصدها ابدا يعني، ولا قصدي ان انا اضايقكم بيها. بس كده، وطبعا انتم مشكورين يعني ان انتم بتستحملوها، بس معلش هو والله مش مني، ده من التليفون عشان هو بس وقع مش اكتر. هنا بقى دخلت على اوضه النوم، انا كنت عايزه اغير الفرش بتاع السرير، الملايه بالكوفيرتا اللي عليها كمان. هغير بقى معاكم كده الملايه. انا طلعت طقم، مش عارفه انتوا شفتوه ولا لا كويس. بالنسبه بقى للمرتبه، انا فعلا عايزه اجيب لها كفر، بس انا مستنيه شويه كده وهجيب لها كفر ان شاء الله، هي وبتوع الاطفال. الناس بقى اللي معايا من دول الخليج وبتسالني انتوا ازاي بتجيبوا اوضه اطفال دلوقتي، دي حاجه عندنا هنا عاديه في مصر، يعني ان احنا بنتجوز باوضه اطفال او غرفه اطفال. مش شرط يكون معانا اطفال يعني، احنا اكيد بنبقى متجوزين معناش اطفال، بس هو دي عندنا حاجه عادات مصريه يعني. انا كمان عارفه ان انتوا عندكم بره في دول الخليج بتعملوها زي غرفه جلوس، وبعد كده ممكن لما بيجي اطفال بتغيروها بتخلوها غرفه اطفال. بس احنا هنا عندنا اختلاف، لو في مثلا غرفه معيشه اللي هي الليفنج عادي، مفيش، بتكون اوضه الاطفال. دي حاجه من يعني من الاساسيات عندنا، وما اعتقدش برضو ان كل الناس يعني، هي مش اجبار، في ناس برضو ما بتجيبهاش، بس هي هنا عندنا من الاساسيات شويه. بس كده، ده بالنسبة للسؤال اللي هو جالي كتير جدا على موضوع غرفة الأطفال. طبعا يعني من حقكم تعرفوا ايه السبب، لان في ناس بتقولي طب انتي ازاي متجوزة ومعاك أطفال؟ معيش أطفال يا جماعة ولا حاجة. بس كده، فرشت بقى طقم السرير ده وطلعت المفرش ده يليق معاه، حطيته كده على شكل رانر في النص. الاتنين ماشيين مع بعض يعني، عاملين كونتراست حلو كده، فحبيت شكلهم. بالنسبه بقى للباسكت ده، انا اصلا مش حابه لونه، اللي هو لونه فوشيا في اوضه النوم ده، وملوش مكان في الحمام نهائي. انا ان شاء الله هغيره بالباسكت اللي هو بتاع الغسيل بتاع ايكيا، هجيبه لونه ابيض علشان يمشي مع الاوضه، وكمان بيكون شكله لطيف يعني في الاوضه. دخلت بقى هنا على المطبخ، والفقره اللي كلكم بتحبوها، فقره غسيل المواعين، اللي انا كنت لغياها اصلا من الروتينات في الاول، بس انتوا فضلتوا تقولولي بتشجعينا واعمليها وبنحبها والكلام ده، فبقيت بسيبها لكم على طول. بصوا بقى، انا اول حاجه ببدا بيها، ببدا بروق الرخامه الاول. انا ما بحبش اقف ابدا اغسل المواعين والرخامه مكركبه او الرخامه مش نظيفه، ما بعرفش اصلا اعمل كده. فاول حاجه بالبخاخ ده، في خل ونقطه بريل ومتزود ميه، ما فيهوش اي حاجه تانية، بلمع بيه الرخامه، كمان بيلمعها وبيعقمها، وفي نفس الوقت البخاخه دي ملهاش ريحه، لان انا بستخدمها بقالي فتره، يعني هي كانت ازازه معتر بس دلوقتي ملهاش ريحه خالص. تمام، بس كده لمعت الرخامه عندي هنا بقى، وبطلع كده اللي هي الفوطه اللي بصفي عليها الحاجه دي، دي ميكرو فايبر بيتصفى عليها الحاجة، موجودة في فتح الله عشان الناس اللي سألتني عليها، موجودة في فتح الله، وفي منها شفتها في كارفور برضو بتتباع، سعرها كان 25 جنيه. هنا اول حاجة ببدأ بيها، ببدأ بشطف الكوبايات زي ما انتوا عارفين، وكالعادة بنقعد نرغي فيها. تمام، الموضوع بقى اللي حابة اكلمكم فيه، طبعا كلكم فضلتوا تقولولي صورلنا في المعرض بتاع المفروشات اللي انت جايبة منه، عايزين نعرف المكان فين، عايزين نشوف تجيب لنا خصم منه، عايزين عايزين عايزين. المهم ان انا خدت بعضي ورحت. صراحة انا رحت لسببين، اول سبب علشانكم، تاني سبب انا رحت برضو اختي كانت بتجيب
مفروشات بتاعتها بتاعت الجواز وكده، فبرضو اخدتها ورحت هناك. انا متعوده ان انا بجيب من عنده وهو عارفني، وكمان انا جايبه لكم خصم حلو جدا للقناه. المهم بس رحت وصورت وتمام واتفقت معاه واخدت خصم للقناه كويس جدا. على فكره نسبه الخصم مش ثابته، لان هو عنده حاجات عامل عليها عروض فمنزل فيها، فلو هو ثبت لي نسبه الخصم بتاعتي انتم مش هتستفادوا من العروض. يعني مثلا لو 5% هو عنده حاجات فيها عروض، فلو اداني 5% للقناه ممكن نسبه الخصم اللي انا واخداها دي مش هتغطي العرض اصلا اللي هو عنده، فانتوا مش هتبقوا مستفيدين. فعشان كده هو ساب نسبه الخصم مفتوحه، يعني انت هتاخدي الخصم اللي هو عامله وكمان هتاخدي خصم للقناه عندي. تمام. انا رحت وصورت هناك عنده، المعرض اسمه كنوز للمفروشات والادوات المنزليه. تمام. بعد ما جيت بقى وخلاص وعملت المونتاج وفرحانه، قلت هنزل لكم الفيديو بقى. قلت ايه الاول كده، انا ملاحظه ان اي فيديوهات بنزلها غير الروتينات، عشان اكون صريحه معاكم، ما بتجيبش مشاهدات عاليه، او المشاهدات بتاعتها ما بتكونش زي الفيديوهات بتاعت الروتينات. فطبعا ده مجهود برضو انا حابه ان انتوا تقدروه، لان انا نزلت ورحت وصورت لكم زي ما انتوا طلبتوا بناء على طلبكم. تمام. فبلاقيها ما بتجيبش مشاهدات خالص يعني، وبيكون برضو الفيديو انا تعبانه فيه وكده، فما بيجيبش مشاهدات زي الروتينات. فقلت هعمل فوت كده اما اجرب، لقيتكم برضو اخترت الروتين، فاستغربت جدا الصراحة، يعني مع ان الفيديو بناء على طلبكم. بس يعني هو متصور تمام وموجود معايا. الفيديو انا هنزله لكم، مش هينفع ما نزلهوش، اولا لان انا روحت المحل، وطبعا هم مشكورين ان انا صورت هناك وعملت جولة برغم الزحمة والكلام ده، وكان استقبالهم كويس جدا. فانا ما ينفعش ان انا ما نزلش الفيديو دي. حاجة تاني حاجة انا طالبة منكم، ان انا لما نزل الفيديو ده الاقي تفاعل عليه، علشان حاجة واحدة بس، انا مش مستفادة اي حاجة على فكرة، غير ان انتوا لما تطلبوا حاجة بعد كده اكون انا حابة اصورها لكم او حابة اعملها لكم. بس ده اللي كنت حابة اتكلم معاكم فيه. وخلاص كده بقى خلصنا المواعين وخلصنا رغي. انتوا عارفين ان انا بحب اخد الفقرة بتاعت المواعين دي للكلام، انا مش هفضل اقول لكم انا غسلت الطبق ده والكوباية دي، فباجل اي موضوع لفترة المواعين. تمام. بس كده دخلت بقى هنا على البوتاجاز. الاول بحب اشيل اي حاجه عليه، يعني لو في بطاطس وقع الكلام ده بشيلها الاول، علشان لما اجي امسح ما تفضلش رايحه جايه كده في الاسبونشه، ويعني تبقى ابهدل بيها البوتاجاز اكتر. انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين كده، هو ما فيهوش، مش متبقع، ما فيهوش حاجه، هو مطرح بس القلي الزيت. فانا بحب يعني ده يوميا لازم بيتعمل. كمان انا بعمل 2 اسبونشه، واحده للمواعين بغسل بيها الاطباق والكوبايات والحاجات دي، وواحده تانية للحوض والبوتاجاز واي حاجه تانية يعني ما ينفعش برضو استخدم بتاعه البوتاجاز هي اللي احطها في الكوبايات، وبتاعه الحوض هي اللي احطها في الكوبايات. انا عامله 2 لكل واحده، عامله لها استخدام. كمان الحوامل عندي اهي برضو مسحتها، بس يعني مغسلتهاش، مسحتها بس. الحوض بقى انا هعمله باللهلوبة، جميلة جدا، وعايزة اقول لكم ريحتها بتبقى حلوة جدا، وملهاش اي اثر، يعني ما بتأثرش على الايد وما بتأثرش كمان على الستانلس، بالعكس هي بتدي لمعة للستانلس. كمان على فكرة تقدروا تستخدموها للمفروشات. من احسن الحاجات اللي انا استخدمتها هي اللهلوبة، وقبل كده كنت قايله لكم عليها في الريفيو بتاع المنظفات، قلت لكم ان هي جميله جدا ومتعدده الاستخدامات، فتقدري تستخدميها لكذا حاجه برضو. بس هنا بقى عندي هامله الازايز، جبت الفرشه بتاعه الازايز دي. الاول انا مش على طول بعملها من جوه بالبريل زي ما قلت لكم قبل كده، لان احنا معظم الوقت بنشرب في كوبايات، سواء بقى بتشربي في الكوبايه او من الازازه، انا مش دي مشكلتي، بس انا بقول لكم ان انا مش على طول بعملها بالبريل من جوه، علشان طبعا هو بيعمل ترسبات والكلام ده، فلازم لما بتعمليها بالبريل بتكوني غسلتيها كويس جدا قبل ما بتمليها. هنا بقى جيت على الرخامه تاني، زي ما انتوا عارفين ان انا طبعا طول ما انا واقفه بفضل بعمل في الرخامه دي لدرجه ان انا هتجنن منها خلاص. بفضل بقى كده ببخ عليها اللي هو البخاخ بتاع الخل ده، وبمسحها كده بقى بالفوطه خلاص، عشان لو في اي بواقي ميه او اي حاجه برضو مطرح ما غسلت المواعين تبقى الرخامه عندي برضو تمام. وهنا خلاص في الجنب التاني حاطه الحاجه اللي انا كنت غسلها في الحوض تتصفى، وده كده عندي الهاند جيل ده على الحوض بغسل ايدي بيه بعد البريل، لان فعلا لاحظت ان هي بدات تقشر. انا عندي الجوانتي بتاع المواعين، بس انا ما بعرفش استخدمه، ما بحبش البسه يعني وانا بغسل المواعين، او بغسل حتى شفاط او بوتاجاز او الكلام ده، ما بعرفش استخدمه خالص. هنا بقى طلعت كده بره على الركنه. طبعا زي ما انتوا شفتوا الاول ان انا طلعت الغسيل اللي انا كنت حطاه، الدوره اللي انا كنت حطاها خلصت وطلعتها علشان هنشرها. وهنا بقى دخلت على الركنه، الغسيل اللي كان عندي ده بشيل منه الاول الحاجات اللي عايزه تتعلق، بحطها الاول على جنب، وبعد كده بقى باقي الغسيل ببدا بطبقه عادي.
كمان الفوط زي ما انتم متعودين معايا انا بحب الفها رول كده، بحب شكلها، وكمان يعني انا عامله لها بقى مكان كده معين فبحطه فيها، فهي ان هي نفس الحاجه اللي انا بعملها فيها كل مره، ما بغيرش التطبيقه بتاعتها، حتى كمان الحاجه بتاعت الدولاب برضو ما بغيرش التطبيقه بتاعتها خالص، هي التطبيقه اللي انا واخده عليها بطبقها للحاجه وبرجع كل حاجه مكانها عادي. الطرح هنا بشيلها الاول بحطها كده على جنب، التطبيقه اللي هي بتاعت المنظم دي بحطها بالطول كده، وبعد كده بحطها في المنظم بتاعت الطرح، بتبقى سهله جدا ومبتتكسرش نهائي. خلاص بقى هنا كده هخلص كل الغسيل ده، هو مش كتير يعني، هم كانوا شويه صغيرين، انا سبتهم عشان اعملهم معاكم عشان تتشجعوا. زي ما انا قلتلك لو عايزه تسهلي على نفسك اعمليه وانتي واقفه بتلميه طبقيه على طول. دخلت بقى هنا المطبخ هعمل عصير جوافه يرطب علينا بقى في الحر ده. دي كانت عندي جوافه في الفريزر، انا مش هضربها في الخلاط، انا هضربها بالهاند بلندر عندي. كمان اول حاجه حطيت عليها شويه سكر، وبعد كده حطيت عليها الميه دي علشان بس افكها الاول، بعد كده بزود لها اللبن بتاعها عادي. هضربها بقى هنا بالهاند بلندر، بس طبعا يعني عايزه اقول لك نصيحه، ان انت لو هتعملي بالهاند بلندر تكون فكه عن كده شويه، انا عملتها وهي مجمده لسه طالعه حالا، فاخدت مني وقت شويه وغلبتني. يفضل ان انت لو عايزه تعمليها مجمده كده تضربيها في الخلاط. انا ما حاولتش افكها اكتر من كده لان انا كنت عايزاها ساقعه يعني، علشان الجو كان حر جدا، فقلت حاجه بقى كده ترطب علينا يعني. غير كده هو الهاند بلندر جميل وكل حاجه، ده نوعه سونيكا، بضرب بيه الطماطم او اي حاجه، بيسهل عليا صراحه بدل ما انزل الخلاط والكلام ده كله. هو حلو واستخدامه حلو، بس زي ما انا قلت لك ما تحاوليش ان انت تتعافي عليه او تديله حاجه مجمده قوي زي ما انا عملت كده، يعني عشان نحافظ على السكينه بتاعته ما تبردش. كمان هو الجزء بتاع الاستانلس اللي فيه ده بيتفك علشان يتغسل لوحده، ما بيتغسلش طبعا القطعه كلها على بعضها لان هي فيها كهرباء. بس كده ضربتها بقى، وكمان كنت زودتها اللبن، هصفيها زي ما بوريك اهو، القطعه اللي بتتفك دي اللي بتتغسل، وطبعا التانيه دي بتمسحيها بس كده من بره، ما تحاوليش تجيبي عليها ميه. هصفي بقى هنا العصير عندي في الشفشق ده. الصفايه السلك دي كانت صغيره جدا فجبت دي، بعد كده هصفي فيها وخلاص بقى كده عندي العصير جاهز. هصبه بقى في الشفشق تاني علشان اعرف احطه في الكوبايات بتاعه العصير اللي احنا هنشرب فيها. انا طلعت الكوبايتين دول كده، دول كوبايات عصير. وكمان هحط لهم اللي هما الاتنين شلمون اللي عليهم السمايل فيس. وبس كده، يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده، فيديو سهل وسريع وخفيف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك. اشوفكم في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامه.